بعد هذه الحادثة على طول بولس ابتدأ في الخدمة كما ابتدأها كما وعد اليهود في المجمع، فكان يحاجج اليهود لمدة 3 شهور عن الملكوت وعن يسوع المسيح وعن خلاص المسيح، لكن للأسف رسالته يعني وصلت إلى طريق مسدود، كانوا لا يقنعون بل وصلوا إلى حال مكتوب أنهم شاتمين الطريق، يعني أنه مش بس رفضوا، شتموا الطريق، يعني المقصود طريق المسيح أو المسيحيين. مكتوب عن بولس اعتزل عنهم وأفرز نفسه واستأجر مدرسة يقال أنه كانت قريبة من هذه المنطقة، مدرسة تيرانوس، كانت عبارة عن معهد للمحاضرات. تيرانوس وجدوا مخطوطة قديمة في هذا المكان أنه كان فيلسوف وكان يحاضر ويعلم في ساعات الصباح حتى الساعة 11 ويرجع من الساعة 4 حتى المساء. فبولس استأجر هذه المدرسة من الساعة 4 سآسف من الساعة 11 للساعة 4، يعني في عز الظهر اللي بتصل درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، لكن خدمة بولس كانت ناجحة جدا. مكتوب سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، وممكن تشوف ما زال حتى يومنا هذا الناس بتيجي من كل أنحاء العالم لتزور الأثارات القديمة والمعابد القديمة، وكما كانوا يأتون بالقديم في أيام بولس لأسباب تجارية، أسباب رياضية، أسباب دينية، أسباب مدنية وسياسية، مهما كان السبب أو للعبادة، فسمعوا كلمة الرب في قريب من هذا المكان في معهد تيرانوس، وسمع الكلمة كل اليهود واليونانيين اللي جاءوا من مناطق آسيا العديدة، والرب استخدم الرسالة بآيات ومعجزات على يدي بولس الرسول. بالختام عاوز أقول شيء مهم أحبائي، الشخص اللي بيطيع صوت الرب واللي بيخضع لإرادة الرب، الله بيذلل أمامه كل الصعوبات حتى لو كان في اضطهاد، الله بباركه وببارك خدمته كما بارك بولس الرسول في هذه المقاطعة.